الكاتبة العامة لجمعية شباب عابر سبيل الكلية البشرية. الحمد لله احنا في النسخة الخامسة من موائد الرحمن الكبرى. الجديد هذه السنة هو أن احنا في منطقة أخرى اللي هي جنوب آسفي، بالضبط منطقة كوكي. الحمد لله المبادرة الكبيرة كتستفيد منها 1000 مستفيد يوميا، 500 مستفيد جنوب آسفي، 500 مستفيد على مدى القائمة، كيستافدوا من الفطور كامل، والمبادرة بشراكة مع المجمع الشريف للأسرة. ناحية استهداف المناطق، حنا كان دائما كنستهدف المناطق اللي فيها الهشاشة، يعني كنحاول نضربوا واحد المنطقة اللي كتعتبر واحد المنطقة كتكون مستهدفة من حيث الكثافة السكانية والفئة الهشة. بالنسبة للمدينة القديمة كيستافد منها 500 واحد، وبالنسبة لمنطقة كوكي كيستافد منها 500 واحد ثانية. العملية كتكون كتمر على 3 مراحل. عندنا المرحلة الأولى، المرحلة اللي كتقبل المرحلة الأولى عندنا التجهيز وداكشي، كنجيو مع الصباح.